أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. نشر في موقع الهيانات في منطقتين منفصلتين العثور على جثتي رجلين شرق وجنوب بغداد. ونقرأ في المدى: البرلمان يقر قانوني الموازنة وانتخابات مجالس المحافظات بغياب الكرد. نشر في موقع كتابات العراق: 2.5 مليار دولار للنفقات العسكرية ومحاربة الإرهاب بموازنة 2018. أما في الجزيرة نت: غارات دامية على الغوطة وهجمة برية شرسة. نتصفح في العربي الجديد: انتخابات إيطالية بنكهة فاشية وعودة حزب برلسكوني وقلق أوروبي. نتصفح في القدس العربي: مقتل 10 مدنيين بالغوطة الشرقية في خرق جديد لقرار مجلس الأمن. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة: موسكو تندد بتمديد العقوبات الأمريكية غير القانونية. أهلا بكم. عاد النقاش مجددا حول استمرار بقاء قوات الاحتلال الأمريكية على أرض العراق، وفيما كان الصراع قد جرى من قبل لإجلاء تلك القوات بالقوة على أساس وأسس وطنية رافضة للاحتلال كمشروع ودور وسلطة وباعتباره جريمة في ذاتها. هكذا كانت رؤية وأسس تحرك المقاومة العراقية ضد قوات الاحتلال. فالنقاش الجاري الآن حول قوات الاحتلال لا يجري لا حول الاحتلال ولا مشروع الاحتلال، بل يجري خارج إطار القضية الأصلية، قضية الاستقلال، وهو نقاش يجري لغوا ويدور حول جدولة انسحاب تلك القوات والأطراف والمجموعات المشاركة فيه، هي ذاتها التي تعاونت واستفادت من وجود قوات الاحتلال، وبالأحرى هي نتائج لمشروع الاحتلال، وهو ما يجعله حوارا مزيفا بحسب الكاتب طلعت رميح في مقال له بموقع العيانات. يجري النقاش تحت عنوان جدولة مغادرة القوات الأمريكية ودون طلب بإلغاء اتفاقية تثبيت وتأبيد الاحتلال التي وقعها المالكي مع الاحتلال الأمريكي من قبل، ودون الحديث عن مشروع الاحتلال بكامل ملامحه، بل دون ذكر موضوعة الاحتلال من الأساس، بما يدفع للقول بأن النقاش الحاضر يستهدف فتح مساحة أوسع للاحتلال والسيطرة الإيرانية باعتبار القوى المتحدثة والمحاورة حول خروج قوات الاحتلال الأمريكي هي ذاتها القوى والمجموعات المرتبطة بإيران ومشروعها الاحتلالي في العراق، وتلك حالة مختلفة كلياً عن قاعدة الأساس لدور ونشاط المقاومة العراقية التي قدمت تضحياتها لأجل تحرير العراق كاملاً من كل احتلال وانتزاع حق الشعب العراقي في بناء نهضة وطنية مستقلة سياسياً واقتصادياً. الحاصل الآن أن من يطلقون تلك الشعارات أو يثيرون هذا النقاش هم أولئك الذين تعاونوا مع الاحتلال الأمريكي، وهم أنفسهم من يحاولون الذهاب دفعاً بالقوة ليكون العراق جزءاً من الإمبراطورية الفارسية، كما نشاطهم ودورهم لا يخفي ولاءهم لإيران، وبعضهم كان حارب مع إيران ضد بلده العراق ويفتخر بذلك. عودة النقاش حول وجود قوات الاحتلال جرت مؤخرا حين أصدر البرلمان المشكل تحت ظلال الاحتلال وفي ظل دستوره قرارا حول جدولة خروج تلك القوات، وجرت حول ما تحدث به رئيس وزراء النظام الحاكم العبادي حول الحاجة لاستمرار دور تلك القوات خاصة الجوية بحكم وجود جيوب لداعش، وبحكم الحاجة للدور اللوجستي والاستخباري والتدريبي لتلك القوات دون الدور القتالي. كما جرت أحاديث وتصريحات تم إطلاقها ضمن هذا النقاش تطلب من تلك القوات المغادرة وإلا اعتبرت هدفا،
وهو ما قوبل بتصريحات أخرى مخففة تحدثت عن أن تلك القوات المقدرة بنحو 10,000 مقاتل لا قواعد خاصة لها وأنها تتواجد داخل قواعد عراقية تحت سيطرة أو إدارة القوات العراقية، وهو ما اعتبره البعض محاولة لإغلاق النقاش من أساسه. كانت فجيعة العراقيين بمناضليهم العائدين من المنافي أقصى من فجيعتهم بالاحتلال، فمثلما كان جنود الولايات المتحدة غزاة كان أولئك العائدون غزاة أيضا. ما حدث للعراق كان أسوأ ما يمكن توقع حدوثه لبلد يتعرض للاحتلال. لم يكن ما حدث ينحصر في حدود الفضيحة السياسية حين ظللت الولايات المتحدة الشعب العراقي بوعودها بالديمقراطية والحرية والحياة المعاصرة في الوقت الذي كانت تسعى فيه إلى إقامة نظام طائفي، بل كانت هناك فضيحة أخلاقية. كان فساد العائدين من العراقيين بمعية المحتل عمودها الفقري. سوريا انتهى الاحتلال الأمريكي حين غادرت قواته عام 2011، غير أن المصيبة التي صنعها المحتل لا تزال تخيم على رؤوس العراقيين، وكما يبدو فإن تلك الخيمة المظلمة لن تزول في وقت منظور. وفي مناظرة ما يقال الآن بسابقه الذي ساد خلال صراع المقاومة لإخراج قوات الاحتلال بالقوة تحت شعارات استقلال العراق، يبدو المتابع مضطرا لاستعادة مقولة إن التاريخ حين يجري للمرة الأولى تكون ملامح أحداثه حادة الوضوح، وحين يتكرر يأتي مسخا أو للتضليل بشأن الأحداث السابقة وربما مثيرا للسخرية أيضا. فالعودة للنقاش الآن لا تجري على قاعدة التحرير وبناء عراق وطني مستقل، ولا تجري اعترافا بصحة ما ذهبت إليه المقاومة العراقية منذ اليوم الأول للاحتلال، بل هو نقاش يجري في أفضل حالته على قاعدة استفدنا من الاحتلال للوصول إلى الحكم. الآن يجري التعامل مع احتلال آخر نفضله على الاحتلال الأمريكي. كانت فجيعة العراقيين بمناضليهم العائدين من المنافي أقسى من فجيعتهم بالاحتلال، فمثلما كان جنود الولايات المتحدة غزاة كان أولئك العائدون غزاة أيضا، بحسب مقال للكاتب فاروق يوسف في صحيفة العرب اللندنية، حيث يقول: لقد انتظر العراق عودة أبنائه من الغرب محملين بخبراتهم العلمية والإنسانية، فإذا به يقع فريسة لخبراء في الاحتيال والجريمة والتزوير والنصب ونشر الفتن والتضليل والتجهيل وتجارة الموت، عمائمهم سوداء وبيضاء، كانت الواجهة لمشروع ظلامي أطبق على العراق. ويضيف الكاتب أن العراقيين اليوم يائسون لا من حكامهم الفاسدين بل من أنفسهم هم، وهو ما سيقود إلى ثورة على القيم السائدة وبالأخص ما يتعلق منها بالتمييز على أسس عرقية وطائفية. ذلك الخيار الصعب لابد أن يكون مستبعدا في ظل السلطة الدينية التي تمارسها مرجعية النجف، وهو ما يتطلب من شباب العراق أن يبذلوا جهدا كبيرا من أجل إسقاط تلك السلطة وفضح ارتباطها بالفساد. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. We'll be right back.
القصة حين يغدو قتل السوريين وخراب بلادهم مجرد عناوين عابرة في نشرات الأخبار، وتصبح صور استباحة غوطة دمشق بالقنابل المدمرة ومشاهد الضحايا وهم يخرجون مشوهين من تحت الأنقاض أو يستغيثون مذعورين لإنقاذ من اتهمتهم الحمام من أهلهم وأطفالهم، صور ومشاهد روتينية يتابعها الملايين من دون اكتراث عبر الشاشات، ربما وهم يحتسون قهوة الصباح، كأن ما يجري لا علاقة له ببشر مثلهم. لهم حق الحياة ويشاركونهم العيش على سطح هذا الكوكب. هذا هو حال سوريا اليوم بحسب الكاتب أكرم البني في مقال بصحيفة الحياة. فكيف الحال مع إعلان المنظمات الأممية أن ما يحصل في سوريا هو من أكبر الأزمات الإنسانية التي واجهتها خلال تاريخها، وخلوصها إلى الاعتراف بأنها تقف عاجزة اليوم عن مساعدة أكثر من 10 ملايين سوري تعرضوا لأضرار مختلفة؟ مئات الآلاف من الجرحى والمشوهين ومثلهم من المفقودين والمعتقلين، وملايين من باتوا اليوم بلا مأوى وفي حالة قهر وفقر شديدين، وقد فقدوا كل ما يملكون أو يدخرون، منهم من نزحوا داخليا إلى أماكن أقل عنفا ويعانون الأمرين، ومنهم من لجوا إلى بلدان الجوار ليعيشوا في معازل لا تليق بالبشر وفي مخيمات لا تقيهم برد الشتاء ولا الانتهاكات الجسيمة وظواهر الإذلال التي يتعرضون لها، ناهيكم عن إخضاع حياتهم لمعونات أممية تتقلص تدريجياً وتعجز عن تلبية أبسط احتياجاتهم. أسوأ النتائج فقدان أكثر من 3 ملايين طفل سوري لفرص التعليم والرعاية الصحية، ما سهل استغلالهم جسدياً أو انتشار الصبية والفتيات الصغيرات في شوارع مدن اللجوء لبيع مواد استهلاكية بسيطة كي يعيلوا أنفسهم وأسرهم. ويضيف الكاتب: يصح القول إن التاريخ الحديث لم يشهد بؤرة صراع دموي أهملت أو بالأحرى أهملت من قبل العالم أجمع، وعرفت هذا الاستهتار المخزي بالأرواح التي تزهق يوميا وباتت مرتعا لصراعات النفوذ وتقاسم الحصص كالبؤرة السورية. فالآن حين ترعى هذه المأساة ثورة الاتصالات ولغة الصورة التي تصل إلى كل بيت و تكشف للبشرية ما يعجز اللسان عن كشفه وقوله، يتكرر السؤال مرة أخرى: لماذا تركت سوريا تحديدا لهذا المصير المرعب؟ لا ننسى أن الشرق الأوسط نفسه هو صناعة بريطانية، وحتى التسمية ذاتها هي من اختراع القائد البريطاني التاريخي وينستون تشرشل. حتى هذه اللحظة ما زال هذا الشرق الأوسط على حاله كما رسمه المستعمر الغربي، وكل ما يجري فيه مجرد تحسينات أو تعديلات أمريكية تناسب المستعمر الجديد بلاعبين جدد على رأسهم إيران. ولا ننسى أنه كما كان لبريطانيا وفرنسا سايكس وبيكو، فإن لأمريكا رالف بيترز الذي وضع أسس الشرق الأوسط الجديد على الطريقة الأمريكية في كتابه الشهير حدود الدم بحسب الكاتب فيصل قاسم في صحيفة القدس العربية. ولعل أبرز مظاهر الشرق الأوسط الأمريكي الجديد أن لإيران فيه دور بارز يتجلى في هيمنتها على 4 عواصم عربية حتى الآن بشهادة كبار ساساتها. لا تستهين بدور إيران في الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية الجديدة في الشرق الأوسط، ولا تنخدع بالحروب الإعلامية الكاذبة بين الغرب وإيران. فليس المهم ما نسمعه وما نقرأه، بل المهم ما نراه على الأرض. فمن يخشى من إيران وتمددها وتغلغلها الرهيبة في المنطقة لا يمكن أن يسمح لها بابتلاع العراق واليمن ولبنان، ما يسمح لها بإرسال مئات الألوف من المقاتلين الشيعة إلى سوريا ليصلوا إلى حدود إسرائيل في الجولان السوري المحتل. كلنا يعلم أن إسرائيل تخشى من النسيم العليل على أمنها، وهي عادة تقوم بضربات استباقية قبل عشرات السنين لأي خطر يمكن أن يواجهها في المستقبل، كما فعلت عندما دمرت مفاعل تموز العراقي وهو قيد البناء. بينما تركت إسرائيل والغرب إيران تطور قوتها النووية على مدى عقود دون أن تتعرض المواقع الإيرانية النووية لأي هجوم إسرائيلي يذكر.
ويضيف الكاتب: هل يمكن تصنيع الشرق الأوسط الجديد الذي وعدت به كونداليزا رايس من خلال مشروع الفوضى الخلاقة من دون الدور الإيراني النشط؟ هل يمكن إعادة رسم خرائط العراق واليمن وسوريا ولبنان وغيره من دون التدخل الإيراني؟ بالطبع لا. هل يمكن ضرب دول المنطقة ببعضها البعض وتشكيل أحلاف وخرائط جديدة من دون إيران؟ هل يمكن إشعال الصراع الشيعي السني بدون تغلغل إيران في المنطقة؟ ألا ترون العداء الإيراني الخليجي المتصاعد الذي تديره أمريكا من خلال مشروعها الشرق الأوسطي الجديد؟ هل يمكن للغرب أن يبيع أسلحته سنويا بمليارات الدولارات للعرب من دون وجود الخطر الإيراني المرسوم أمريكيا؟ هكذا يتساءل الكاتب. بعيدا كل البعد عن السياسة، يربي سكان قرية صغيرة قرب أسوان جنوبي مصر التماسيح كما لو كانت حيوانات أليفة، ويقول هؤلاء إن هدفهم الرئيس هو جذب السياح إلى قريتهم وتحريك عجلة الاقتصاد فيها. ويعتبر تمساح النيل ثاني أكبر الزواحف التي تعيش على كوكب الأرض بعد تمساح المياه المالحة، وعلى الرغم من أنه أشرس أنواع فصيلته وأكثرها ارتكابا للاعتداءات ضد البشر، يفتخر سكان قرية غرب سهيل على ضفاف النيل قرب أسوان بأنها المكان المتخصص لتربية التماسيح. يذكر أن تمساح النيل ورغم أنه غير مصنف على لائحة الحيوانات المهددة بالانقراض، فإن عدده في تناقص مستمر بسبب الصيد غير المشروع. وتقول إحصاءات محلية إن أعداد التماسيح في نهر النيل بمصر تصل إلى 30,000 تمساح فقط. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.